السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي هجمة مرتدة، أحلى مسا على كل جمهور هجمة مرتدة. موعدكم مع نشرة أخبار هجمة مرتدة. النهاردة حلقتنا هتلاقوا فيها قائمة النادي الأهلي المستدعى لمباراة فيوتشر غدا إن شاء الله، والتشكيل المتوقع وموعد المباراة. وقبل ما نبدأ أخبارنا، حابب أنوه لحضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشير كتير للفيديو عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من عدد مشجعي النادي الأهلي. ولو أنت جديد في الصفحة أو في القناة، يا ريت اشتراك في القناة واشتراك في الصفحة عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة. وأول خبر معانا موعد مباراة النادي الأهلي وفيوتشر غدا. النادي الأهلي وفيوتشر الساعة 8 مساء على ملعب السلام وملعب النادي الأهلي. بيتسو موسيماني اختار قائمة النادي الأهلي أمام حضراتكم. قائمة النادي الأهلي المستبعدين من قائمة النادي الأهلي: محمود كهربا استمرار غيابه، وحسام حسن، وأيمن أشرف. النادي الأهلي يستبعد أيمن أشرف لإراحة اللاعب بعد إجهاد في المباراة الماضية. أمام حضراتكم قائمة النادي الأهلي، كل اللاعبين موجودين باستثناء محمود كهربا واللاعب المصابين ومحمود متولي وأيمن أشرف. بيتسو موسيماني من المحتمل أن يعتمد على تشكيلة النادي الأهلي غدا: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه اثنين مساكين ياسر إبراهيم وبدر بنون، وعلى الجنب اليمين أكرم توفيق، وعلى الجنب الشمال علي معلول، وفي خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي، ومن المحتمل وجود أحمد عبد القادر كثالث معاهم، هيقوم بدور عمرو السولية. شفنا أحمد عبد القادر لما نزل المباراة اللي فاتت قدم شكل كبير جدا كويس. أحمد عبد القادر خامة كويسة، ننتظر منه المزيد. وامامهم ثلاثه هيبقوا متواجد: حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد مجدي قفشه. دي التشكيله المتوقعه او من المحتمل البدء بها بيتسو موسيماني غدا ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي وحصد النقاط الثلاثه من اجل مواصله الانتصارات والابتعاد بالقمه عن اقرب منافسي الزمالك وبيراميدز بعد تعثر بيراميدز. امام حضراتكم هدف كوميدي لشريف اكرامي اليوم امام امبي. شريف اكرامي بيواصل العروض السيئه، ننتظر الأسوأ إن شاء الله لشريف إكرامي. أمام حضراتكم أيضا دي فرق المترشحة لبطولة أفريقيا، دي المجموعات. أمام حضراتكم واحد واثنين وثلاثة واربعة. توقع مجموعة النادي الأهلي هيكون مين؟ النادي الأهلي في الترتيب الأول. أمام حضراتكم الترتيب الأول، الترتيب الثاني، الترتيب الثالث، الترتيب الرابع. توقع النادي الاهلي هيكون في الترتيب الكام؟ ننتظر قرعه دوري ابطال افريقيا يوم الثلاثاء القادم الثامن والعشرين من الشهر الحالي. كل التوفيق للنادي الاهلي وحصد اللقب بطوله الدوري وبطوله افريقيا، وننتظر النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه عقب مباراه فيوتشر غدا ان شاء الله.